اول حاجه كتير مننا بيلاحظ بصداع، ممكن يبقى فيه صداع، تعب، ارهاق. على فكره ده ممكن يكون سببه قله الميه. قله الميه مش دايما بنحسها في عطش، لا، لان زي ما قلت قبل كده قله الميه والعطش، العطش دي اخر مرحله. يعني احنا لما نحس احنا عطشانين يعني معناها كده الجسم بيصوت، مش معناها ان هو عطشان بقى عايز بق ميه، لا، هو معناه ان هو فعلا تعبان جدا وعنده نقص شديد من الميه. فكلمه عطشان دي ما نحسهاش، ما نوصلهاش خالص. نحاول ان احنا يعني اول ما نعرف ان احنا عطشانين، يا نهار ابيض انا كده وصلت لمرحله ايه، خلاص عطش رهيب في الجسم ومأساه. ما نحسش بالعطش ابدا، لازم نشرب 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 طول الوقت، تمام؟ طيب اوقات كتير بقى زي ما بقول قبل احساسنا بالعطش ممكن نكون بنحس بصداع، ارهاق، الضغط مش مظبوط. كل ده بيكون سببه احتمال كبير جدا قلة شرب المية. طبعا ممكن يكون في احتماليات كتير تانية، ولكن ده أول حاجة لازم نركز عليها، المية. طيب ناس كتير تشتكي تقول أنا عندي الحرق ضعيف، أنا مش بحرق. على فكرة قلة المية بتسبب قلة حرق، لأن برضو الجسم فيه توازن معين. انتوا عارفين البي اتش اللي بتكلم عنه دايما، لما يكون الجسم فيه توازن مظبوط بالمية برضو، لأن المية خلوا بالكو احنا اكلنا كتير بيعلي الحمض في الجسم، فالميه من الحاجات اللي بتوازن، بتعدل، بتظبط القلوي مع الحمضي. بيت القلوي والحمضي ده مهم جدا على فكره. فاحنا لما بنشرب ميه كتير بتظبط معانا البيت ده، تقلل الحمض معانا. ايه اللي بيسبب الحمض؟ زي ما بقول الاكل الغلط، الفاست فود، اللحوم الكتيره، ده بيعلي معانا الحمض بسرعه، تمام؟ برضو الستريس والحاجات الخارجيه، مش شرط برضو ان احنا اكل بس، لا، الستريس والحاجات دي برضو بتلخبط عندنا البي اتش شويه. فشرب الميه بيظبط على طول البيت ده. ف على طول شوفوا كل الحاجات دي مرتبطه ببعض ازاي بشكل رهيب. ده انا عطشت وانا قاعده كده وعماله اقول لكم على الميه. طيب نراجع مع بعض، يبقى الضغط، الصداع، الحرق قلنا عنهم. كتير جدا يشتكوا من الامساك، يقولوا انا عندي امساك ومهما اعمل شرب الميه. انا بلاقي ناس بجد يا جماعه ممكن يقعدوا اليوم كله يشربوا كوبايه واحده، ده لو افتكروا يعني، او يشربوا مثلا مشروبات اللي هو زي الشاي والقهوه والحاجات دي ويحسبوها ميه. لا، ما تحسبش ميه خالص. الشاي والقهوه اي حاجه فيها كافيين على طول الجسم بيطردها زي ما هي، يعني الكوبايه زي ما هي تطرد. شاي، قهوة عربي، قهوة خضراء، شاي أخضر، كل ده فيه كافيين، يتطرد زي ما هو من الجسم، ما بيستفادش منه الجسم حاجة. فإحنا ما نحسبوش أبدا كمية بنشربها، المية هي المية، تمام؟ طيب المية بقى كل قد إيه؟ بأكد تاني، لازم نشرب كل ساعة كوباية مية أو أكتر. الجسم بيستفاد بس من كوباية واحدة، ما بيقدرش يستفاد أكتر من كوباية. يعني إحنا لو شربنا مثلا لتر مية مرة واحدة هيستفاد من كوباية واحدة ويطرد بقية اللتر على طول في لحظتها، فهنجري كل شوية الحمام والجسم ما استفادش برضو غير من كوباية واحدة. يبقى نخلي جنبنا إزازة المية ونحاول كل شوية نشرب على قد إيه، كوباية كده كل ساعة وأكتر شوية، مش مشكلة، مش لازم كوباية بالظبط، ممكن أكتر شوية، بس عشان نضمن إن إحنا فعلا دخلنا السوائل الكافية اللي هي المية مش حاجة تانية لجسمنا. طيب في ناس ممكن تقول لأ أنا ما بحبش المية طعمها، حطوا شريحة ليمون، حطوا شوية فراولة تتغير الطعم، يعني كل ده ينفع كمنكهات تتحط. حطوا شوية ليمون ونعناع وسيبوه شوية، بيدي طعم رائع وبيدي فوائد، لأن المية سبحان الله بتاخد من خواص الحاجه اللي اتحطت لها. يعني لو انا حطيت مثلا معلقه صغيره عسل كده، انتوا عارفين القصه دي عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان الميه بتاخد خواص العسل، كل الميه بتتحول بتاخد خواص العسل. طب حطينا ليمون، خدت خواص الليمون والفيتامين سي، حلو قوي. يبقى احنا ندي الميه الحاجه اللي احنا عايزين نفيد بيها جسمنا، صح؟ تحطوا شرايح الجنزبيل كده، اخدنا فوائد الجنزبيل. فحطوا عيدان قرفه، كل شوية غيروا وحطوا حاجة تانية، هتلاقوا ان جسمكم بيستفاد من الحاجة دي كده. برضو ايه، انتوا قللتوا مشاكل الامساك لو انتوا شربتوا مية كفاية.
تمام. عندنا برضو آلام المفاصل من الحاجات اللي كتير بيشتكوا منها. احنا طول الوقت مفاصلنا وجعانة، احنا طول الوقت، دي من الشكاوي الأساسية قلة شرب المية. يبقى احنا كده لمينا كل حاجة تقريبا، وقلنا الضغط مهم جدا، والجهاز التنفسي على فكرة بيتأثر برضو بقلة شرب المية. تمام. في بس معلومة أخيرة أنا حابة أقولها، وهو إن احنا لما نيجي نشرب، نركز بس لما نيجي ناكل وجبات، نشرب يا قبلها بساعة يا بعد الوجبة من نص لساعة. ليه؟ لأن احنا لما بنيجي ناكل الجسم بيبقى المعدة بتفرز على طول عصارة هضمية. لو احنا شربنا مية لحظتها بتخفف من العصارة الهضمية دي وبتأثر على الهضم معانا. عشان كده مش عايزين نشرب مية مع الأكل، لا بعد الأكل بساعة، علشان ندي فرصة للعصارة إنها تعمل شغلها، ما تتخففش، فبالتالي تسبب عسر هضم وغازات وحاجات كتيرة جدا. تمام. يبقى قبل الأكل بساعة، أو قبل الأكل عموما، يعني مش زي الفاكهة، يعني قبل الأكل عموما أو بعد الأكل من نص لساعة. تمام. الفاكهة كانت قبل الأكل بساعة، وبعد الأكل لا بثلاث ساعات الفاكهة. تمام، عشان ما نلخبطش بس بينهم. بس كده، يا رب اكون فدتكم وتكونوا فعلا كده وعيتوا قد ايه اهميه شرب الميه ده. يعني كمان كده اخترت لكم اهم الحاجات علشان ايه تفتكروها كويس، وبالذات دلوقتي قبل رمضان. طيب يلا بينا نجاوب على الاسئله. اول سؤال مريم، هل برشام منع الحمل ما يخلينيش اخس؟ رجاء رد. بصي، البرشام بتاع منع الحمل مش بيتدخل في الخساسان او التخن، لا هو بيعبي ميه في الجسم، ودي بعض الانواع مش كل الانواع، يعني في انواع وحسب برضو طبيعه الجسم، في ناس تخس، في ناس تزيد، في ناس ما تتاثرش، كل واحد على حسب جسمه، في ناس تصدع، في ناس، كل حد سبحان الله حسب جسمه.